السلام عليكم. مقارنة اليوم بين اللكزس والبرادو جي، طبعا اللكزس جي اكس 550 والموديل 2025، طبعا راح نشوف منو الأجمل والأحسن، واختيار الجمهور طبعا للواجهة الأمامية للبرادو وهذه الواجهة الأمامية لللكزس جي اكس 550، ونشوف منو اختيار الجمهور الأكبر راح يكون مع البرادو أو اللكزس. طبعا الجنط حق البرادو، وراح نشوف الحين الجنط اللكزس. طبعا الجنط حق اللكزس أكبر حجما من حجم الجنط البرادو، وهذا الشكل الجانبي بين الموترين. طبعا في تشابه كبير مثل ما شايفين يا شباب، وهذا الشكل الجانبي للبرادو بالشكل كامل، وهذا اللكزس. وراح نشوف الحين الشنطة الخلفية حق البرادو، توقعاتكم يا شباب من راح يفوز، جمهور البرادو أو جمهور اللكزس؟ وهذا طبعا الشنطة الخلفية حق اللكزس، وراح الحين يا شباب إن شاء الله ننتقل معاكم إلى الواجهة الخلفية لللكزس ومقارنة مع البرادو. طبعا من الأجمل والأحسن اختيار الجمهور طبعا، وراح نشوف الحين الشكل الداخلي للموتر اللكزس. اللهم بارك، تحكم في الديركسون، وراح نشوف الطبلون طبعا ما شاء الله تبارك الله حلو صراحة. حجم الشاشة طبعا أكبر من شاشة البرادو، طبعا التحكم في المكيف، بعض التحكمات في السيارة، وهذا التحكم في وضعية القيادة، والتحكم بالديفلوك. راح ننتقل لبرادو طبعا مثل ما شايفين يا شباب الحين، طبعا جاي باللون الكراسي اللون الأسود ما شاء الله تبارك الله. الدريكسون حلو بالمرة صراحة، أحلى من اللكزس طبعا في الدريكسون. الشاشة أصغر حجما من شاشة اللكزس، بعض التحكمات والجير اوتوماتيك طبعا، وضعية القيادة، وهذا التحكم بالدبل الخفيف والدبل الثقيل. يا زينك البرادو، والثلاجة طبعا. محرك البرادو 4 سلندر توين تيربو 278 حصان، وهذا محرك اللكزس 6 سلندر توين تيربو 350 حصان. وبرأيكم يا شباب اختياركم مع البرادو او مع اللكزس؟ وسلامتكم ويعطيكم العافية.